الو، ايوه يا فندم. ايه فين؟ فورا يا فندم، هاخد قوه واتحرك على هناك فورا. في حاجه يا فندم؟ انا هنزل عند كمين الشرطه وكمل انت مع السياح للفندق. في عصابه خطيره واضح انهم خاطفين اولاد ومستخبيين في كهف السباحين. دول طفاش وجباس. اها، انت مش خواجه يا عم؟ ايوه خواجه، بس انتربول دولي. انا جيت مصر متخفي عشان اوكوبودي على عصابه كبير او زيافر نفق بين مصر وليبيا وبيعمل عمليات تخريبيه كبير في العالم. شكرا حضره ضابط، انت ساعدت بوليس دولي. انا كان زعلان عشان فاكر عمليه فشلت. الو، ايوه يا فندم، قابلته، لسه متعرف عليه حالا. حاضر يا فندم، هتعاون معاه طبعا. اجري يا فارس، اوعى تقفل الموبايل، دور بسرعه قبل الكهف ما يتهدم علينا. انا سمعته بيقول ان كان في سياح هنا، دور يمكن نلحقهم. براجع يا جباش، ايه الميه دي جت منين؟ معرفش، يلا بينا نلم الحاجات ونخرج بسرعه. ولا ولا استنى عندك انت هو يا ولا. احنا بنغرق يا فارس. لا انا ما بعرفش اعوم في الرمله، لازم اطلع من هنا. ما تتحركش خالص، كل ما تتحرك زيادة الرملة هتبلعك أسرع. هنوصل لهم ازاي دول؟ احنا نسيبهم هما كده خدوا جزاءهم، نرجع احنا عالكهف وناخد حاجتنا بقى. النفق كده باظ، ما هي شرطة كريبان، ما كنا حفرنا على نظافة. كهف ايه وزفت ايه؟ انا كلامي يتسمع بعد كده. الحقونا يا ناس، الحقونا، حد سمعنا؟ كده لما تلاقي الموبايل امسكيه برجليك الاتنين، هتعرفي؟ انت متأكد انها فهمت؟ طبعا. متزغزغين يا رشيدة. متحركش كتير يا فارس عشان ما تغرقش زيادة. اهو، شكرا يا رشيدة. ودلوقتي نعمل المكالمة اللي هتنقذنا. بكار، الموبايل فصل شحن. لا للأسف الخط اتقطع، بس قدرنا نحدد آخر موقع ليهم، وفي قوة بتتحرك أكيد مش هيبعدوا كتير. والمكان ده فين يا حضرة الضابط؟ في الجلف الكبير على حدود ليبيا. إيه؟ لا واضح ما بعدوش كتير فعلا. ها؟ أم فارس، أم فارس، أمي وحشتني قوي، وهمام وحسونة ومدرستي وكراستي ونشيد الصباح وسندوتشات الجبنة بالطماطم. فارس فوق يا فارس، انت شكلك هيغمى عليك ولا ايه؟ يا ريت يغمى عليا عشان لما اغرق ما احسش. ياه شكلي خلاص جربت على النهاية يا بكار، أني شايف نور قدامي. الوداع يا صديقي. استنى يا فارس، فارس ده البوليس. انتوا كويسين؟ أرجوك الحقنا. ما تمسك الحبل كويس يا حبيبي. ما
مش في وعيه يا حضرة الضابط، معلش. أهاني بتسحب يا بكار، شكلي بطير ولا إيه؟ الشرطة لقيتنا وأنقذتنا يا فارس. إيه؟ حقيقي؟ بجد؟ فعلاً؟ الشرطة؟ طب أنا جعان جو. مش عايز صوت، مضطر أخدكم معايا وأنا رايح أهاجم المجرمين في الكهف. طب بسرعة يا فندم، عشان كانوا ناويين يهربوا. مفيش حاجة اسمها يهرب، يلا حضرة ضابط، وقت مفيش، يلا. مين ده؟ أصلهم طلعوا عصابة خطيرة والبوليس الدولي بيدور عليهم. كنا ناقصين احنا المية دي. خلاص اخر صندوق، شكلها دي بقى اللي بيقولوا عليها باين المياه الجوفية. احنا هنخش كده ناحية الهضبة واي كهف يقابلنا نترمي فيه للصبح. هو النهار طلع ولا ايه؟ سلم نفسك يا جباس. ده الطفاش حضرتك. سلم نفسك يا مجرم. بس انتوا اتنين سلم نفسك. قلتلك نخلص من العيال دي بنفسنا أضمن. شكلهم مجرمين خطيرين، الضابط الأجنبي ده فرحان قوي. حقه، ما هم كانوا هيدمروا أثر من أهم الآثار مش في مصر.